إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الدين هو الشريعة، وهو الصراط المستقيم، وهو النور المبين، وهو السراج، وهو الهدى، وهو الحق، فهو دين الله للعالمين، ليس للعرب وليس للعجم وليس للأبيض وليس للأسود، بل لهم جميعا ولغيرهم. فالإسلام دين عالمي، دين جعله الله عز وجل الصراط المستقيم للعالمين أجمعين. فمن بلغه هذا الدين وجب عليه اتباعه، لأنه دين الحق، ولأنه الخاتم والخاتم، والذي لا دين بعده ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما أخبر المصطفى الكريم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. أرأيت الليل والنهار يبلغ الكون أجمع، يبلغ الليل والنهار الكون أجمع، ولا يبقى سقع ولا بلد ولا ركن ولا أرض ولا رطب ولا يابس إلا بلغه الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الإسلام الذي نتحدث عنه دائما، وهو دين الله للعالمين، يرفضه بعض الناس ويقعون في التلف، فمن رفض الإسلام فقد وقع في تلف عظيم، بل هو التلف العظيم. التلف هو الخسارة، التلف هو الفناء، التلف هو الزوال، التلف هو الإحباط، التلف هو الإلغاء. التلف، كلمة التلف، التلف هو الفساد. التلف يقال تلف ماله، أي ذهب ماله، تلفت ثروته، ذهبت ثروته، خسر كل شيء. التلف هو الخسران المبين. اليوم نعيش تلف الأخلاق،
ونعيش تلف الإباحية، فهناك أخلاق تلفت أي فسدت واضمحلت وزالت وصارت غريبة في المجتمعات، مع أن الأخلاق هي قيام الأمم. لا قيام للأمم إلا بالأخلاق، فغابت الأخلاق في بعض البقاع، وغابت الأخلاق عن بعض المسلمين أيضا، وحصل التلف في الأخلاق. نعيش التلف، تلف الأخلاق، ونعيش تلف الإباحية، فإن الإباحية أتلفت الحرث والنسل، وأتلفت الأخلاق، وأتلفت القيم، وأتلفت الأحكام، وأتلفت أوامر الله، وتجرأت على نواهيه، وأوقعت الناس في التجاسر على الشريعة الغراء، وكل ذلك بسبب تلف الإباحية. ما هي الإباحية؟ ما معنى الإباحية؟ شنو هي الإباحية؟ الإباحية هي أن لا حكم، ما كاين حكام، ما كاين لا حلال لا حرام، ما كاين لا حق لا بطل، كل الأمور كيف كيف سواسية. وأصل الإباحية وجدت في أقوام سابقين، ومن أشهرهم فرقة تسمى المزدكية. المزدكية هم أتباع رجل فارسي قديم كان في القرن الخامس الميلادي. شوف كم الآن عليه، احنا الآن في 2024 الآن نحن، وهو كان في القرن الخامس الميلادي، يعني مرت عليه 15 قرن. هذا الرجل الفارسي الذي تنسب إليه فرقة تسمى المزدكية. المزدكية إباحية، ينادون بالمساواة في النساء وفي الحقوق وفي كل شيء، وليس لأحد أن يمتلك شيئا يستأثر به لنفسه أبدا. هذه هي المزدكية الإباحية. فإذا سلك الناس مسلك الإباحية يقال لهم مزدكية. مزدكية أي أتباع مزدك المانوي المجوسي الذي أباح للناس كل شيء، فسميت الإباحية. الإباحية هي لا الشريعة، الإباحية لا حلال ولا حرام، كل شيء حلال. الإباحية لا حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يوجد في الإباحية، ليست عندهم حدود وليس عندهم ارتداع وانزجار وانتهاء عما يفعلون، يفعلون ما يشاءون. فالمزدكية إباحية، والإباحية فوضوية، والفوضوية لا شريعة لها، ويعيش الإنسان كما تعيش البهائم، بل هو أضل من البهائم، لأن البهائم عجموات، والإنسان رزق العقل الذي يميز به الحق من الباطل، ويعرف الشريعة التي تقوده إلى النور. فما بال الإنسان صار كالأنعام، لا يميز حلالا من حرام ولا حقا من باطل. الإباحية، تلف الإباحية، أتلفت البشرية الإباحية. الإباحية أتلفت البشرية، فكل شيء مباح. وانظروا إلى العالم، وانظروا في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية، تجدون هذه الإباحية، وهناك من ينادي بها ولا يريد القيود، لا يريد القيود، لا يريد افعل أو لا تفعل، لا يريد هذا حلال وهذا حرام، لا يريد القيود. هكذا بعض الناس يريدونها إباحية مزدكية مشرعة الأبواب،
مفتحة الأبواب. لا تقل له لا تفعل ولا تقل له هذا حرام، وإنما دعه يفعل ما يرى. هذه الفوضى. وقد قالت الحكمة العربية القديمة: لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، لا يصلح الإنسان المستخلف في الأرض المأمور بحسن عمارتها، لا يصلح له إلا أن يكون صاحب شريعة وديانة ليكون مستخلفا بحق في الأرض. فإن الذي خلق الخليقة يريد الخليقة أن تكون مستخلفة خلافة حقه، وأن تحسن هذه البشرية، أن تحسن عمارة الأرض. ولا يكونوا كالذين قال الله عنهم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهي أمة لا تحل ولا تحرم، هات من حلالك وهات من حرامك، لا يميزون ولا يريدون التمييز. فنشهد اليوم تلف الإباحية التي أتلفت الأخلاق وأتلفت الأحكام عند الناس وأتلفت القيم وأتلفت الحدود التي يجب أن يقف عندها. فالتلف هنا خسارة، وهي خسارة عظيمة، ومن خسرها فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الخسران العظيم هو خسران الاعتقاد في الله، خسران الإيمان بالله. خسر الإيمان، خسر الاعتقاد في خالقه، خسر الالتزام بأحكام الله. فهذا هو التلف الحقيقي، وليس تلف الأموال والثروة، وليس تلف الجاه، وليس تلف النسب، ولا تلف التلف الذي يحصل للناس والذي يعتقد الناس أنه هو التلف الحقيقي. فاحذروا عباد الله من الإباحية، احذروا من الإباحية، فإنها مجرمة مبطلة آثمة، تريد أن تجعل الناس منسلخين عن دينهم وقيمهم وأخلاقهم وعن أحكامهم التي حكم الله لهم، وأنها أحكامه حلاله وحرامه، أمره ونهيه. يريدون أن ينسلخ المسلمون من أحكام دينهم. فهذا تلف الإباحية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إن الغزو الذي يشهده المسلمون اليوم ليس غزوا عشوائيا، وإنما هو غزو منظم ومرتب، يحاول الغزاة إحكامه. فقد سمعنا بالغزاة في الحروب، غزوا بلدة كذا وغزوا قارة كذا، فهو الغزو. لكن الغزو اليوم يتطور ويلبس أقنعة جديدة، فغزو فكري، غزو في تغيير الفكر في أذهان المسلمين، وتغيير الأحكام في أذهان المسلمين، لكي تتبدل الأحكام في أذهانهم والديانة في نفوسهم، وتختلط عليهم الأمور فلا يدرون دينهم
ولا يعرفون أحكامهم. هناك غزو منظم يبثه الغزاة الذين لا يحبون الإسلام ولا يحبون العفة، فهناك من يحارب العفة، غزاة العفة لا يحبون العفة، فيحاولون الغزو لأجل أن تخرج المرأة عن عفتها وأن يخرج الرجل المسلم عن عفته، فتصبح الأمور إباحية لا شيء فيها. فهذه مخاللة لا بأس بها، وهذه خلوة آثمة لا بأس بها، وهذا أمر في العلاقة لا بأس به. فجعلوا الأمور كلها على منوال واحد وأن لا شيء فيها، وتلك هي غزوة شديدة آثمة مجرمة. فمن أراد إلغاء الأحكام فهو أراد غزو الإسلام، ومن أراد غزو الأخلاق فإنما يريد غزو الإسلام، ومن أراد أن يبدل الناس عن دينهم وعن شريعتهم فهو من الذين يكيدون للإسلام كيدا. فتنبهوا عباد الله، تنبهوا عباد الله لما يحاك حولنا. يجب أن يكون المسلم كيسا فطنا واعيا يقظا وأن لا يكون نائما. فتحاك الأمور من حول المسلمين لأجل تغيير الدين في نفوسهم وحملهم على إباحية وحملهم على تفسخ في الأخلاق. هذا الذي يجب أن نعيه وأن نحذر منه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.